أول لاعبة جمناستيك لأولي الهمم بالعراق كله. شو يعني لك هذا نور؟ حلم. حلم. مال طفلة إنه كان عندها لعبة تلعبها ويا الأطفال. إي تخيلت أني لما بدايتي تخيلت إنه هاي مجرد أشياء بسيطة، بس لما كبرت والسوشيال ميديا دخلت على حياتنا واكتشفت إنه أنا هاي جمناستيك هاي لعبة ممتازة، ظليت أستثمرها وإنه ألعبها بالبيت، حتى مو إنه نادي خاص وألعبها، لا بالبيت وأتمرن لحد ما وصلت للمستوى المطلوب والمستوى اللي كل الناس ظلت متفاجئة به. فعلاً وإحنا أيضاً متفاجئين، الهمة اللي تمتلكيها تنافسين بيها كثير ناس يمتلكون أكثر بكثير من الوضع اللي ممكن أولي الهمم يفتقدوه اليوم.